وللحديث عن أوضاع النازحين في العراق والمنح المالية التي وزعتها هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى على النازحين في مخيم ديبكة بنينوى، ينضم معنا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. أهلا ومرحبا بك دكتور ناصر. حياكم الله سيدي الكريم، حياكم الله، مرحبا. حياك الله. قمتم في منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بتنظيم حملة إغاثية للنازحين في مخيم ديبكة بنينوى. بداية، هل وضعتنا في تفاصيل حملتكم الأخيرة؟ هذه هي الحملة الثالثة التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وشملت المخيم الجديد الذي طبعا هذا المخيم الى فتحه واضافته الى المخيم الاصل. هذا المخيم يستعد عددا لا باس به من العائلات الكثيره النازحه، لكنه اضطر الى فتح مخيم جديد اضافي الى هذا المخيم مشكورا لجهوده الاغاثيه. ولذلك لاستيعاب العدد عدد كبير من العائلات التي اضطرت الى العوده الى المخيم ولجأ هذا المخيم الذي يقع في مثلث محرم. هذه الحمله هي نعم. هذه الحمله هي الثالثه على نفس المخيم، يعني ماذا عن اوضاع النازحين وسبب استهدافكم للمخيم ذاته ثلاث مرات؟ نعم، المخيم حقيقه فيه اعداد كبيره من العائلات، ولذلك اضطررنا الى مضاعفه الحملات الاغاثيه في هذا المخيم، لان المخيم كبير جدا وفيه اكثر من 1500 عائله او 1700 عائله، ويشهد زيادا ملحوظا وكبيرا في لجوء العائلات النازحه اليه، لان العائلات التي كانت في مخيمات النزوح في الجدعه وفي حمام العليم وفي دياره وفي الشهامه وفي الوند وفي ليلان في محافظات صلاح الدين وديالة وكركوك والموصل وكذلك محافظات أخرى من العراق، لجأت إلى هذا المخيم باعتبار أنه يجمع الرقعة الجغرافية وقريب من الرقعة الجغرافية لهذه المحافظات. ولذلك اضطرت إدارة المخيم إضافة إلى هذا المخيم لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي لجأت إليه. المخيمات التي تم إغلاقها كانت مخالفة قانونية، وكذلك اضطروا العائلات الى ترك هذه المخيمات التي تم اغلاقها. نعم. وعدم تهيئه الظروف الامنه التي تهيئ لهم العوده الامنه الى مناطقهم، ما زالت دورهم مهدمه وما زالت الظروف الامنيه التي تكتنف احوالهم. نعم. حقيقه فيها خطوره كبيره على وجودهم وعلى حياتهم وعلى حياه ابنائهم، مما يضطرهم الى البقاء في هذه المخيمات، وكذلك الاف العائلات ممن تمنع من العوده الى مناطق سكنها الاصلي. ولذلك هذه الحملات تكررت في هذا المخيم. نعم. وكذلك بقيه المخيمات تشهد ازدياد في عوده العائلات النازحه الى المخيمات. نعم. نتيجه لعدم وجود الظروف الامنه لهم. نعم. حديثكم عن اوضاع النازحين في مخيم ديبكه ووضعهم الصعب يدفعنا بالسؤال عن الحملات الاغاثيه خلال الفتره السابقه. في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد، كيف هي؟ نحن حقيقة ضاعفنا الجهود في منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وكذلك هيئة علماء المسلمين. نعم. التي غطت مشكورة وقدمت الأغطية الشتوية ووقود التدفئة، وقدمت كذلك المستلزمات المدرسية والزي المدرسي لكثير من المدارس. نعم. وكذلك قدمت منظمة أم القرى الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية لبعض المدارس ولبعض الطلبة النازحين من مناطق جفر الصخر في مخيم الجيز وعمرية الثلوجة، وكذلك الحملات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين من فرع بغريب الذي قدم جهودا إغاثية متميزة في مخيمات العامرية ومخيمات الجيبز ومخيمات كيلو 18، وقدموا أغطية وأفرشة شتوية عن وجب في تبغى الأجواء العراقية. نعم. وطبعنا سلسلة من الحملات وعرضوها إلى أهل النازحين، لأن الجهات المسؤولة عن إغاثة النازحين
تتلكئ كثيرا وتقصر كثيرا في تقديم ابسط الخدمات واقل الخدمات للنازحين. اقل المواد الغذائيه لا تقدم لهم، وان قدمت لهم فانها رديئه النوعيه وقليله الكميه بشكل كبير جدا، لا تغطي احتياجاتهم لدى ايامهم التي تعطى لهم في وجبه غذائيه بسيطه جدا. نحن في فصل الشتاء وفي ظل أوضاع للنازحين صعبة جدا، هل من مشاريع وحملات قادمة لسد احتياجات النازحين خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر على النازحين في كل عام؟ نعم، نحن وضعنا خطة كبيرة لشمول العائلات الكريمة النازحة في المخيمات، و تم تضاعف النازحة، ولذلك وضعنا خطة واسعة وكبيرة لشمول أكبر الأعداد في المخيمات لكي تصل كذلك السلات الغذائية وكذلك المنح المالية التي تهيئ لهم اختناء ما يحتاجه خلال هذا الفصل الشتاء الشديد البرودة. لأن المخيمات هي مرمية. نعم، المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا جزيلا لك.